الفيديو الخامس من أسئلة الجنسية الأمريكية: حقوق وواجبات. أرقام الأسئلة: 48 لـ57. برجاء المشاركة في قناة اليوتيوب للتشجيع والدعم، وشكرا. الحكومة الأمريكية حقوق وواجبات. يوجد 4 تعديلات للدستور، عن من له حق التصويت؟ اذكر واحدة منها. أي مواطن له حق التصويت، نساء ورجال؟ ممكن نحفظ إجابة واحدة فقط للرد بها على السؤال. أذكر واحدة فقط من المسؤوليات الواجبة على مواطني الولايات المتحدة. الانضمام إلى هيئة المحلفين في المحاكم، التصويت في الانتخابات الاتحادية. أذكر واحدة فقط من الحقوق الممنوحة لمواطني الولايات المتحدة. التصويت في الانتخابات الاتحادية، الترشح لمنصب. أذكر 2 من الحقوق الممنوحة لكل الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة. حرية التعبير، حرية الكلام، حرية التجمع، الحرية في تقديم التماس للحكومة، حرية العبادة، الحق في حمل السلاح. مطلوب 2 فقط، احفظهم وجاوب بيهم. إلى من نعلن الولاء حينما نقول القسم، قسم الولاء؟ الولايات المتحدة، العلم. أي إجابة منهم هي صحيحة؟ عندما تصبح مواطنا أمريكيا تقدم بعض الوعود، أذكر أحدها. نحفظ إجابة واحدة ونجاوب بيها. التخلي عن الولاء لأي دولة أخرى، الانصياع لقوانين الولايات المتحدة، الخدمة في الجيش الأمريكي عند الحاجة. احفظ إجابة، أسهل إجابة تجدها مناسبة. كم يجب أن يكون عمر المواطنين للتصويت في انتخابات الرئاسة؟
ثمانية عشر فأكثر. أذكر طريقتين يمكن بها للأمريكيين المشاركة في الديمقراطية. المطلوب طريقتين فقط، احفظهم، احفظ ما تجد مناسبه مناسب لك، وليكن الانضمام إلى جماعة مدنية، الترشيح لمنصب، ما هو آخر يوم يمكنك فيه إرسال استمارات ضريبة الدخل؟ خمستاشر أبريل. متى يجب على كل الرجال التسجيل في الخدمة العسكرية الاختيارية؟ في عمر 18، بين عمر 18 و26. أي إجابة منهم هتكون صحيحة، احفظ إجابة واحدة.